في شمال كازاخستان وبالقرب من الحدود الروسية وفي منطقة نائية ومنسية وبالقرب من مناجم مهجورة بتقع بلدة كاليتشي واللي تقريبا ما كانش في حد يسمع بيها قبل كده. لكن فجأة بالليلة وضحاها أصبحت البلدة الصغيرة دي حديث البلاد والعالم كله وتحولت للغز غامض حير العلماء لحد يومنا هذا. فإيه هو سر القرية أو البلدة دي؟ يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بإعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقة. في بداية عام 2010 والسبب غامض أصبح سكان بلدة كاليتشي بيناموا بشكل جماعي، وهنا ما بقصدش النوم العادي لكنه نوم مفاجئ أشبه بالغيبوبة، ومش نوم قصير أو لفترات قصيرة، ده نوم طويل بيمتد من يوم واحد وبيوصل لأسبوع. لحد هنا الموضوع يبدو غريب، لكن خد الأغرب، النوم في بلدة كاليتشي ممكن يحصل فجأة وفي أي مكان، يعني ممكن تشوف شخص ماشي في الشارع طبيعي جدا وفجأة يقع على الأرض نايم، ولما تيجي تصحيه يكلمك ويرد على اسئلتك لكنه ما بيقدرش يفتح عينه، واول ما تبطل تكلمه يرجع للنوم تاني وممكن يقوم ويمشي المسافات وهو نايم. والاغرب من كل ده انه لما بيصحى بعد عده ايام ما بيفتكرش اي حاجه من اللي حصلت له. وخلينا احكي لكم الحكايه دي. في يوم من الايام وفي صباح هادي في بلده كاليتشي سنه 2010 كانت لبوف بتاخد استراحه مع زمايلها في العمل، وكانوا قاعدين بيشربوا قهوتهم وبيتبادلوا الحديث، وفجاه وبدون اي مقدمات اغلقت لبوف عينيها ونامت نوم طويل أشبه بالإغماء، وده كان وسط تعجب الجميع من زمايلها اللي قاعدين بيشربوا معاها القهوة. في نفس اليوم كان الشاب فيكتور زاتشانكو كان ذاهب لأحد المدن الكبرى المجاورة لبلدة كاليتشي علشان ينجز بعض الأعمال، وفجأة وأثناء ما هو ماشي اتوقف دماغه عن العمل وغفى في نوم عميق ما فاقش منه إلا بعد عدة أيام. وبعد ما فاق قال إنه مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت، وكل اللي كان حاسه صداع شديد نظرا للنوم الطويل. من وقتها اصبح كتير من سكان البلده بيناموا بشكل غريب، بعضهم نام لايام وبعضهم نام لمده اسبوع كامل. والحقيقه ان النوم الغريب ده ما اقتصرش على جنس او فئه بل اصاب الجميع سواء صغار او كبار ونساء ورجال، بل انه وصل لان حيواناتهم نفسها اصيبت بهذا النوم الغريب. والامر ما اقتصرش على النوم فقط، بل اصبح سكان البلده بتجيلهم حالات هلوسه، يعني مثلا البعض منهم قال انهم اتخيلوا ان في فيل بيدخل عليهم الغرفه، والبعض قال انهم شافوا تعابين وعقارب جنبهم على السرير، واللي قال ان الاشياء بتتساقط لوحدها من على الجدران وان الابواب بتغلق وتفتح لوحدها. الجدير بالذكر ان عدد سكان بلده كاليتشي 680 نسمه فقط، واتصاب اكتر من ربعهم بحاله النوم الغير طبيعي دي، وتحديدا 180 شخص. مع الوقت اتدهورت الحالة الاقتصادية للبلدة بعد ما توقفت مصانعها وشركاتها عن العمل، وده بسبب ان موظفي الشركات والمصانع دي كانوا بيجيلهم النوم العميق ده. عدد الحالات انخفض سنة 2013 لكنه عاد بقوة مع بدايات سنة 2014، بحيث تم تسجيل حالات كتيرة بالفصول الدراسية، كانوا الطلاب والمدرسين بيناموا خلال الحصص، وقال الطلاب انهم شافوا بعض الهلاوس كان انفجار السبورة وتدل التلاجات من سقف الفصول، علشان كده تم إغلاق المدارس وتعليق الدراسة وقتها. أغلب العلماء شافوا إن المفاعلات القريبة اللي كانت بتنتج اليورانيوم أثناء الاتحاد السوفيتي هي السبب في الموضوع ده، لكن المفاجأة هي لما قاسوا درجة الإشعاع في شوارع ومنازل البلدة، بحيث إنهم لقوا إن معدلات الإشعاع في البلدة طبيعية جدا، وما اختلفتش عن البلدان والمدن المجاورة ليها، وهنا بس اتأكدوا إن المفاعلات مش هي السبب. الأطباء قالوا إنه ربما يكون ده مرض وبائي أصاب السكان، وقاموا بإجراء دراسة على انتشار التهاب الدماغ السحائي، لكن النتائج كانت سلبية ولم يثبت وجود أي مرض وبائي مشترك بين السكان. بعد كده توجهت الأنظار للمياه الواصلة للبلدة لأن ربما يكون هي السبب بسبب تلوث في المياه أو شيء من هذا القبيل، لكن بفحص المياه اتبين إنها سليمة تماما ومفيش فيها أي مشكلة. علماء النفس والاجتماع اتدخلوا وقالوا إن ممكن يكون السكان اتصابوا بهلوسة جماعية، لكن بدراسة الحالات كل حالة لوحدها والمقابلة المباشرة مع الحالات أو مع المصابين وجدوا إنهم مش بيعانوا من اي اعراض نفسيه غير طبيعيه. طيب ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل وايه اللي بيحصل للناس دي واشمعنى البلده دي تحديدا؟ احدث نظريه خرج بها العلماء واللي بيعتقد الكثير انها النظريه الصحيحه للي بيحصل هو ارتفاع نسبه احادي الكربون في هواء البلده، وده بسبب مناجم اليورانيوم القريبه من البلده، وده هو التفسير الرسمي اللي اعترفت بيه دوله كازاخستان، مع ان برضو كتير من العلماء بيشككوا في التفسير ده، خصوصا ان مش كل سكان البلده مصابين بالحالة دي، وكذلك ما
تمددش الحالات للبلدان المجاورة لبلدة كاليتشي. عموما كل التفسيرات دي ما اقنعتش سكان كاليتشي نفسهم. بعض الناس بدأوا يقولوا ان الاسباب هي اسباب ما وراء الطبيعة زي السحر والمس واللعنة والحاجات دي، وبدأ السكان فعلا يبيعوا منازلهم وممتلكاتهم من شدة الرعب ويهربوا من البلدة. وفي الاخر اتدخلت الدولة وقامت بنقل السكان لاماكن تانية خوفا من تفاقم الاشاعات ونقلها لبلدان ومدن اخرى. في النهاية وبرغم كل التفسيرات المحتملة إلا إن في حقيقة واحدة هي الموجودة حاليا، وهي إن محدش يعرف لحد وقتنا هذا إيه اللي حصل في بلدة كاليتشي واللي أصبحت تعرف الآن باسم حفرة النور. يعني لحد دلوقتي مفيش أسباب واضحة للي حصل لسكان بلدة كاليتشي، لكن الأكيد إن في سر كبير للي حصل هناك. لحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. شكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا بإعجاب على الفيديو. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية.